أسباب مرض شلل الأطفال، الأول نقول إن هو مرض فيروسي شديد العدوى، غالباً بيصيب الأطفال اللي أقل من 5 سنين، ولكن كمان ممكن يصيب الكبار. سببه بيتنقل المرض ده من شخص مصاب لشخص التاني عن طريق إفرازات الفم أو البلعوم أو الأنف، ولكن الأساس بتاعه بيتنقل كمان الأكترية عن طريق البراز، تلوث مية أو طعام في الأماكن اللي بيبقى فيها الصرف الصحي مش سليم. سبل الوقاية من مرض شلل الأطفال، الأساس هو التطعيمات. الطفل بياخد تطعيمه من سن 0 لغاية 5 سنين، بياخد 5 جرعات تقييم من شلل الأطفال مدى الحياة. والشخص البالغ اللي هيسافر لمنطقة فيها حالات شلل الأطفال كمان بياخد جرعة منشطة. الدور الذي قام به اسمه الشيخ محمد بن زايد لدولة الإمارات دور رائد في محاربة شلل الأطفال بمساهمة سمو الشيخ محمد بن زايد ودعمه ومساندته وتمويله لمنظمة الصحة العالمية للقضاء للوصول للهدف للقضاء على شلل الأطفال في أواخر العام الحالي. الإمارات عملت حملة تطعيمات الهدف منها أنها توصل ل 400 مليون طفل سنوياً، ووفروا تطعيمات للأماكن الموبوءة، ووفروا عمالة وتدريبات ومعلومات صحية تفيد إن الناس تبدأ تعي إن أهمية التطعيم. نسبة مرض شلل الأطفال قلت حول العالم بنسبة 99% في السنين الأخيرة، وإلا إن لسه في بعض الدول فيها بعض الحالات بسبب سوء نظم الصرف الصحي.